موجودة على أرض الواقع من خلال موقعها الحساس من ناحية المواطن، بمعنى زي وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، عندنا برضو وزارات أخرى، عندنا مثلا زي المحليات، وعندنا مثلا زي مجالس المدينة والأحياء. المفترض ده احتكاك بشكل مباشر على أرض الواقع. فبالتالي احنا بنوصي هذه المؤسسات انها تتحرك وتاخد استعدادات على اساس منع الكوارث اللي هتحصل او الازمات اللي هتحصل اثناء مناسبه عيد الاضحى المبارك. بمعنى ايه؟ بمعنى لما اجي اتكلم عن مناسبه طبعا العيد، ان هو في ذبح المواشي او ذبح الذبيحه بره المجازر، ده حضراتكم زي ما احنا عارفين طبعا بعض التجار او الجزارين اللي المفترض بتبقى موجوده بشكل كبير في المناطق الريفيه، لان احنا طبعا بنتكلم على مناطق داخل القاهره. احنا معروفين ان مناطق القاهره يعني بحكم طبعا الاماكن طبعا الضيقه او الاماكن غير سامحه ان هو يذبح، فبيضطر ان هو بيذبح خلال المجازر. اما عندنا المناطق الريفيه في المحافظات المختلفه موجوده داخل جنوب مصر العربيه على اساس ان في ذبيح خارج المجازر، فبالتالي بنوصي وزاره الزراعه وبنوصي المحافظين المفترض القائمين على المحافظة يعملوا غرف عمليات بشكل مكثف ومتابعة بشكل طبيعي بشكل واضح على أساس مش بشكل روتيني. معنا الدكتورة محرز، معنا الدكتورة منى محرز نائبة وزيرة الزراعة قطاع الثروة السمكية. أهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا سياده النائبه، اخبارك يا فندم؟ اهلا، كل سنه طيبه وحضرتك وكل الصحه. حضرتك يا فندم، احنا بمناسبه طبعا عيد المبارك، عارفين حضراتكم ان كوزاره الزراعه المفترض عليها مهام كبيره من خلال استعدادات عيد الاضحى، فكنا عايزين نطمن ونطمني الساده المشاهدين استعدادات الوزاره في عمل غرفه عمليات او غرفه طوارئ بمناسبه عيد الاضحى يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا الاطباء البيطريين بجميع اختصاصهم في اجهزه لمتابعه الحاله الصحيه لجميع المجازر اللي بتقوم النهارده من اول يوم العيد في الذبح للساده المواطنين، وتقدموا مجانا، وده بنشجعهم ان هم يذبحوا في مكان نظيف على اساس ان الاطباء البيطريين بيقوموا بدورهم بفحص الحيوانات قبل الذبح وبعدها وبعد الذبح للتاكد من ان اللحوم سليمه وصالحه للاستهلاك الاداري. يعني هو المفترض يا فندم كالعاده انت عارفه حضرتك ان المناطق الريفيه معظمهم ما بيلجاوش للمجازر على اساس طبعا ان هو بيوفر تكلفه الذبيح، فبالتالي بيستسهل، فبالتالي ما نعرفش هل الذبيحه سليمه او غير سليمه. فهل حضرتك فعلا الغرف العمليات او غرف الطوارئ موجوده في المحافظات بشكل عالي علشان منع الذبيح خارج المجازر يا فندم، ام انت شايف حضرتك ان ده حضرتك بنسبه قليله موجوده؟ لا يا فندم، مديرين المديريات الطب البيطري في انحاء المحافظات دلوقتي ما فيش حد فيهم في اجازه، وهم في مرور دائم، ومديرين الادارات فكله في مرور دائم على اساس نتاكد ان كل الحيوانات قدر المستطاع بيذبحوا في المجازر. ولما قال الدوله عملته مجانا، ده لتشجيع المواطنين هيروح يذبح، كل حاجه اللحوم بتاعته هتكون سليمه وذبيحه نظيفه، وكمان الشوارع هتبقى نظيفه وما فيش تلوث بيئي ولا تعرض للامراض سواء للمواطنين او للحيوانات او للثروه الحيوانيه. طب يا فندم، هل بالفعل في غرفه عمليات موجوده في المحافظات في كل محافظه واخده استعداداتها من ناحيه الذبيح، ام حضرتك من خلال مثلا الدكتور البيطري فقط لا غير؟ هم الاطباء البيطريين هم المسؤولين عن الكشف عن الذبائح والتاكد من سلامتها. هل في حضرتك لجنه مشكله، لجنة مشكلة من خلال مثلا المحافظة، من خلال مديرية الأمن؟
لا ده في لجنة تانية للتفتيش بقى على المحلات وعلى المجازر، ده تفتيش حاجة تانية. التفتيش بيتم ما بين مباحث التموين والعاملين في مجال التفتيش بالطب البيطري. طيب يا فندم، بنحب برضه نعرف من حضرتك، وحضرتك معانا على الهوا، تطمنيني على اهم المستجدات في ملف القروض المشروع البتيلو يا فندم. احنا مشروع البتيلو الحقيقه احنا تم صرف 100 مليون جنيه ل 618 مواطن او مربي، والحقيقه ان احنا البتيلو المره دي غير المرات السابقه، لان احنا فاتحين اعطاء القروض للي عايز يربي مش بس جاموس وذكور، لكن احنا فاتحينها للجاموس والابقار وللذكور والاناث. وكمان كان زمان بيدوا قرض فقط للتغذيه، احنا بندي كمان لشراء رؤوس الماشيه، وده اللي شجع سيدات كتير ريفيات انهم يدخلوا، وعندنا 40% من اللي حصلوا على القروض سيدات، وده بيساعد على التنميه في الثروه الحيوانيه وفي الريف، وعوده الريف الى طبيعته ان هو ريف منتج، وان السيده تكون ليها دور كبير في عمليه التنميه سواء لاسرتها او للوطن. طب الحاجه الثانيه، طب ست النايبه، هل بالفعل يا ست النايبه هل بالفعل انا يسمى ملء الفراغات او استكمال الطاقات الاستيعابيه بالنسبه للمزارع، وده ليه طبيعه خاصه. حضرتك معايا؟ معاك يا فندم، اتفضلي ست النايبه. الو، معايا، اتفضل يا ست ست النايبة. سامعك يا فندم. ألو ست النايبة، معايا حضرتك على الهواء، اتفضلي يا فندم. ده يا فندم، المشروع الجديد الحقيقة احنا كنا مهتمين ان كمان يحصل تنمية في قطاع المزارع، والحقيقة احنا تم الموافقة على ان احنا يكون في استخدام لمبادرة البنك المركزي في تمويل الثروة الحيوانية وإعطاء قروض 5%، ودي حاجة ميزة كبيرة جدا. دلوقتي احنا صرفنا لهذا القطاع 177 مليون جنيه، ودي نقلة نوعية في زيادة الإنتاج الحيواني، وإن شاء الله ده يأثر مستقبلا على أسعار اللحوم. طب هل بالفعل يا فندم القروض اللي المفترض في مشروع بتلو، هل اي فئات معينه بتتقدم اللي هو اخذ القرض دوت، ولا بالشرط انا اهم حاجه بيمارس مهنه ان هو مربي البتلو؟ لا يا فندم، احنا القرض استكمال الطاقه الاستيعابيه ده لكله، وخاصه الامهات، يعني احنا قرض البتلو بيبقى بس على سنه، لكن قرض استيعاب استكمال الطاقات الاستيعابيه في المزارع بيبقى ال5 سنين، بنديله سنه سماح، وبعد كده ال4 سنين بيسدد فيهم، ودي ميزه نسبيه لان احنا ننمي الثروه الحيوانيه للامهات والحلاب، ودول اللي هم المصنع اللي بينتج لنا كل سنه راس ماشيه. طب هل يا فندم بيشترط ان هو حضرتك يكون في ضمانات، ولا حضرتك يكفي ان هو ضمان المنشاه فقط لا غير؟ ست النائبة؟ ست النائبة؟ نعم، بقول لحضرتك معايا على الهوا يا فندم؟ أنا مع حضرتك. هل حضرتك المقترض إن يكون في شروط، إن هو يكون في ضمانات، أم هو يكفي أن ضمان المنشأة فقط لا غير؟ إن هو يكون طبعًا بالنسبة لبتلو إن يكون عنده مكان يسمح بتربية الأعداد اللي هو طالب القرض عشانها، إن هو يكون عنده بطاقة وفيش تشبيه، وكمان إن إحنا يكون المواشي يكون تم تسجيلها وترقيمها وتحصينها والتأمين على المشي، وإحنا الأول مرة السنة دي نعمل تأمين على المشي للأمراض الوبائية، لأن ده ما كانش موجود قبل. طيب طبعا ست النائبه بنتكلم على اهم بنود المشروعات التنميه للثروه الحيوانيه التي ستعرضيها عنها قريبا، ارجو بس توضح لنا بعض البنود في المرحله القادمه لتنميه الثروه الحيوانيه يا فندم. زي ما قلت لحضرتك ان احنا في عندنا اتجاهين، ان احنا نحافظ على الثروه الحيوانيه، وان احنا يكون في حملات تحصين متتابعة للأمراض، وده ما تم عمله الفترة اللي فاتت. احنا وصلنا بمستوى تحسين المواشي من 11%
الى 62%، وده لم يحدث يمكن من 20 سنه. ودي كانت نقطه مهمه جدا في ان احنا بنحافظ على الصحه الحيوانيه للحيوانات بتوعنا. والحاجه الثانيه ان احنا في شهر 10 هنعمل تحسين وراثي في القرى، وده هيساعد على زياده الانتاجيه وتحسينها. والمشروعين، مشروع البتول ومشروع استكمال الطاقات الاستعاديه. طب يا ست النائبة، هل في مخطط ان شاء الله في المرحلة القادمة ان هو تنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة في بعيد عن الدلتا وسط الدلتا، هيبقى خارج هذا وسط الدلتا والدلتا في المرحلة القادمة؟ اما انت شايفة حضرتك ان ده يحتاج تكلفة عالية عن في المرحلة القادمة من خلال وزارة الزراعة؟ لا يا فندم، احنا حاطين خطة واضحة لعملية زيادة الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة للوصول للاكتفاء الذاتي والتصدير، وده في الأماكن الصحراوية البعيدة عن منطقة الدلتا. وكان الهدف من إن احنا نبعد في المناطق الصحراوية عشان نبعد عن الأمراض ونبعد عن تلاصق المزارع اللي هو موجودة، وده لا يحقق الأمن الحيوي. وبالتالي حاطين في اعتباراتنا البعد الوقائي ما بين المنشآت الداجنة، وده هيحقق لنا طفرة نوعية وهيقلل النهاردة النفوق من نتيجة الأمراض، وبالتالي يزود المكاسب للتاجر والمستهلك. طب يا ست النائبة، بمناسبة المنتج والمستهلك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبعا احنا عارفين طبعا ان الحدائق اللي هي حديقة الحيوان وحديقة الأسماك، فالمفترض ان في وضع استعداد من خلال الوزاره ومن خلال حضرتك يا فندم، فطمنينا استعدادات هذه الحدائق في مناسبه عيد الاضحى يا فندم. والله احنا كان عندنا النهارده زياره لحديقه الحيوان وحديقه الاسماك اللي احنا بقالنا فتره بنطورهم، وكنا بنطمن على ان كل الحيوانات بصحه جيده طبعا، وان مستوى النظافه يكون متميز، والاماكن اللي يتم فيها راحه المواطنين والزوار تكون على جانب متميز ايضا. وكذلك حتى دورات المياه، احنا كنا النهارده يعني عاملين جوله تفقديه للجميع، حتى الكافيتريات كانت في حديقه الحيوان، تم تطوير البعض وما زال هم جاري تطوير البعض الاخر. بالنسبه لحديقه الاسماك، كان عندنا مفرخ سمكي متوقف من 20 سنة، احنا النهاردة تم تشغيله، تطويره وتشغيله، ودي يدينا فرصة ان احنا يكون عندنا زيادة في تنمية الاسماك، خاصة الاسماك اللي اندثرت من النيل وهنرجعها تاني للنيل ان شاء الله. عندنا نظافة الحديقة وتقليم النباتات وإزالة الأعشاب تمت في الحديقتين. عندنا البركه تم تنظيفها واعاده ضخ المياه والاسماك ليها، واحنا ناقص بس لحديقه الاسماك الجبلايه، ودي هيتم التعاون بيننا وبين وزاره الاثار عشان نحط ليها مخطط في المرحله القادمه للتطوير. طبعا احنا عارفين يا ست النائبه المجهودات اللي حضراتكم بتقوموا بيها، وبالاخص سعادتك ان هذه القطاع كان قطاع في المرحله السابقه غير جيد بشكل واضح لدى المواطنين، فبالتالي احنا عارفين كم المجهودات اللي حضراتكم بتقوموا بيها والاستعدادات اللي حضراتكم واخدينها من خلال الفتره الماضيه. فطبعا احنا بنشكر حضرتك ست النائبه، وبشكر الدكتوره منى محرز نائب وزيره الزراعه والقطاع الانتاج الحيواني والسمكي، اشكرك يا فندم على توضيح واطمئناننا على العيد الاضحى المبارك، اشكرك. طبعا احنا بنتكلم ده قطاع من ضمن القطاعات او قسم من ضمن الاقسام في وزاره الزراعه اللي المفترض ان احنا بنتكلم فيه، المفترض ناخد استعداداتنا، استعدادات ان احنا بنتكلم عندنا الحيوانات اللي بتم ذبحها في خارج المجازر، طبعا في استعدادات بشكل جيد وزاره الزراعه واخده استعداداتها. طبعا احنا عندنا حضراتكم في بعض المشاريع اللي هي خاصه بالبتولو، والمفترض بنعمل تطوير لهذا المشروع القومي على اساس نحافظ على السلالات الموجوده داخل
مصر عشان نوفر استيرادها من الخارج، عشان نوفر عملة صعبة من خلال هذه المشاريع القومية، من خلال مؤسسة كبيرة وعريضة هي وزارة الزراعة، من خلال برضو القيادات التنفيذية الموجودة الممثلة زي الدكتورة محرس ومعالي وزير الزراعة وبعض النواب الموجودة برضو شغالة. بس طبعا احنا جايين بس بناخد قطاع من القطاعات الهامة اللي المفترض بتقوم عليها الدكتورة منى محرس. فبنتكلم برضو هنا عندنا اللي هو ان احنا اتكلمنا فيه اللي هي تنميه الثروه الحيوانيه، ان احنا بنتكلم تنميه الثروه الحيوانيه ان للاسف الشديد ان احنا بنستورد كم من اللحوم ومن الثروه الحيوانيه من الخارج بملايين الدولارات، تخيلوا للاسف الشديد. انا طبعا مش كنتش واخد استعداداتي واخد ارقام دقيقه، بس انا بتكلم بشكل واضح واعلم كويس جدا ان وزاره الزراعه للاسف الشديد في الفتره السابقه ما كانتش مهتمه بهذه القطاعات الهامه والحساسه اللي تهم الغذاء القومي لمصر اللي هي ممثله في الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه والثروه السمكيه. للاسف الشديد ان عندنا ناس متخصصه وعندنا اماكن ومناخ يخلينا نعمل ثروه حيوانيه او ثروه سمكيه او ثروه داجنه بشكل عادي ونصدر. بس للاسف الشديد القيادات القائمه في الفتره السابقه كانت غير قادره على ان هي تحقق تنميه حقيقيه فعلا. للاسف كنا بنتعامل بشكل ورقي وليس على الواقع الطبيعي. فطبعا ده بيختلف في الفتره الحاليه دلوقتي ان الشغل شغال على ارض الواقع وليس بالورق. احنا بنتكلم مش بنقول، احنا بنقول على الواقع الطبيعي. في تحرك على ارض الواقع، في تحرك، في تنميه. ليه؟ لان احنا بندرس الملف وبنحط اليه استراتيجيه بناء على تعليمات رئيس الجمهوريه، ان بوجه التعليمات دي للقيادات التنفيذيه. لما حط ثلاثه نواب ما حطهمش كده ان هو مسميات، لا، هو حط وزير الزراعه معاه ثلاثه نواب. هل الثلاثه نواب دول بمعنى ان هم محطوطين؟ لا، انا بعتبرهم دول اهم عناصر موجوده داخل وزاره الزراعه، لان انت بتتكلم مؤسسه مش شويه، بتتكلم عن امن غذاء مصر، امن غذاء قومي. مش هقول بقى حضراتكم مؤسسه من دون المؤسسات اللي هي خدميه بشكل عادي او طبيعي، لا، انت بتتكلم في موقع حساس. فما يكلف ثلاثه نواب وكل نائب بتولى حقيبه ان هي كقطاع او كمهمه رسميه، ده كانه في حرب. ان انا عايز احقق فعلا تنميه على ارض الواقع. عشان تحقق تنميه على ارض الواقع لازم تكون ذات خبره واستراتيجيه ورؤيه في المرحله القادمه. عشان تحققها مش تحققها في المكتب او على الورقيا او دراسات علميه، لا، على ارض الواقع طبقا للطبيعه اللي موجوده على الارض الواقع، طبقا للامكانيات اللي موجوده من خلال وزاره الزراعه. عشان تحققها لازم يكون عندك رؤيه واستراتيجيه ازاي تتعامل مع هذا الملف بشكل واضح بشفافيه، مش بالشكل تمام يا فندم. ما هو ده اللي جابنا ورا في المرحله السابقه اللي احنا قلنا فيها ان كنا بنعاني ان عندي مؤسسه بتقول ان انا ماسك قطاعات هامة وحساسة في الدولة. عشان تحقق أمن غذائي مصر قوي وتعمل اكتفاء ذاتي زي ما الست النائبة قالت أو الدكتورة منى محرس، لازم تكون عندك القدرة على أن تحقق هذا الكلام. لازم تستعين بناس ذو خبرة زي متخصصين. احنا عندنا الأماكن الاستراتيجية الواضحة الموجودة عشان أحقق فيها تنمية ثورة سمكية. معانا سياده النائب رأفت المراز وكيل لجنه الزراعه بالبرلمان. انا بيك يا سياده النائب. مساء الخير يا زعيم. اخبارك يا سياده النائب؟ تمام والله، ما طول بيك. كل سنه طيب يا سياده النائب. كل سنه وانت طيب ومصر كلها طيبه ان شاء الله. انا عايزين تطمنا بقى من خلال وجودك ووكيل لجنه الزراعه عن القوانين اللي المفترض بتطلع لصالح وزاره الزراعه ولصالح الفلاحين معايا حضرتك. فطمنا في المرحله ديت قبل ما نخش على الدوره معايا الثالثه معايا بالبرنامج يا فندم.
والله احنا طبعا البرلمان النهارده كان بعول عليه الفلاح، الفلاح بعول على البرلمان ان يكون في قوانين تخدم الفلاحين وفرع الفلاح المصري. البرلمان من عهود سابقه كان اللي بيدخل او بينجح في الانتخابات عن كان عمال وفئات، فكان اللي بيجي عمال وفلاحين كان ليس فلاح اصلا، كان ممكن يلتف حول النسبه وياخدها ولكن ما كانش فلاح. فالنهارده عاد في فلاحين ممثلين حقيقيين في البرلمان، فالنهارده الفلاح النهارده عايز امور كثيره موجوده في للزراعه. النهارده الفلاحين عايزين الاسمده يكون موجوده للفلاح، عايزين الدستور يتطبق على الفلاحين لماده 29 من الدستور اللي بتقول على الدوله ان تلتزم بتسعير محاصيل الفلاحين قبل الزراعه مده كافيه. هل الدوله التزمت؟ هل في التزام من الدوله ان هي التزمت الفلاح وطبقت الدستور على الفلاحين؟ احنا بنقول احنا فلاحين عايزين الدستور يطبق علينا. النهارده انا عندي محصول رز، النهارده الفلاحين النهارده بيبيعوا 3200 جنيه، وبعد شهر هيبقوا ب 4000 5000، والناس المافيا التجار او الناس اللي بيخزنوا الرز هياخدوهم الفلاح ومش هيحقق هامش ربح للفلاح. الفلاح النهارده عنده بنك التنميه والتمويل الزراعي اللي حاجز على الفلاحين، لان الفلاحين النهارده ما عارفينش مش عارفين يبيعوا المحصول بتاعهم، وعندك محصول الارز النهارده ما استعارش حتى الان. النهارده الفلاحين النهارده موضوع عدم وجود الذره الصفراء والاعلاف اللي رفعت سعر الانتاج الحيواني ورفعت سعر اللحوم، واحنا داخلين على عيد الاضحى المبارك بسبب عدم وجود الاعلاف. النهارده الكلام ده كله بنقول لابد من تعاقد الحكومه مع الفلاحين في زراعه الذره الصفراء، لابد من تعاقد الحكومه واعطاء سعر مناسب للفلاحين. في النهارده ان انا بالفعل ان انا اقدر ازرع محاصيل استراتيجيه زي القمح وزي القصب السكر لان عندي ازمه فيها. مش هيتم الكلام ده الا اذا كان سياده النائب رئيس الجمهوريه سياده النائب الفلاح، لان الحكومه ايديها مرتعشه ومش واخده قرار. احنا بنقول وبنناقش وانا فلاح ضمن الفلاحين سياده رئيس الجمهوريه يا يعني معالي السيد الرئيس، واحنا طبعا كلنا ثقه في حضرتك وبنقول سياده النائب. طب سياده النائب احب اقول لحضرتك بنتكلم على الزراعات التعاقديه، هل بالفعل الزراعات التعاقديه بالنسبه للبرلمان تم استخراج او ماده من الدستور اللي هي ماده 29 ما اعتقد، هل فعلا تم تفعيلها بقانون الالزام على مؤسسات الدوله بتفعيل الزراعات التعاقديه لصالح الفلاح وتحقيق ربح يحقق له معيشه كريمه؟ طلع القانون يا فندم، والقانون ما بيطبقش الا في القمح وفي البنجر وفي قصب السكر فقط لا غير، وباقي المحاصيل ما بتطبقش فيها. يعني عندك الذره عاوزين ان تطبق على الذره الصفراء، اذا كنا عندنا عاوزين فعلا عندنا سوق يكون سوق يكون موجود في السوق الداجني وسوق في الماشيه وفي اللحوم وكذلك في اسماك مرتبط بالاعلاف، والاعلاف مرتبطه بالذره الصفراء، والذره الصفراء لابد من التعاقد، لابد من وجود يعني مجففات موجوده في وجه بحري عشان انا لما ازرع الذره الصفراء يبقى عندي مجففات مش موجوده. الكلام ده كله اتكلمنا مع الدكتوره هنا محرز، وهي وعدتنا الدكتوره هنا محرز ان يكون ان شاء الله في غضون هذا العام يكون ان احنا فعلا في تعاقد، وان مش تعاقدنا احنا هنفضل نستورد من الخارج، هنفضل دايما محتاجين ان احنا بدل ما نجيب الدولارات من الخارج لا نبعت الدولارات الى الخارج. احنا عاوزين نكتفي ذاتيا، نكتفي ذاتيا بالبحث العلمي، نكتفي ذاتيا ان احنا يكون عندنا مصانع للامصال، عشان انا خلي بالك عندي 1,800,000 راس ماشيه في مصر اللي موجود لهم اعلاف 400,000 وموجود لهم علاج 400,000، فازاي ان انا اقدر ان انا اعمل تنميه ثروه حيوانيه؟ الكلام ده انا عملت ثلاث نواب لوزير الزراعه، نائب للانتاج الحيواني والثروه الداجنه والثروه السمكيه، ونائب للاستصلاح، ونائب لقطاع الخدمات. انا شايف فين التحرك
عشان خاطر ان انا دي وزاره كبيره. انا حتى الان لم ارى تحرك من كل القطاعات. كنت بعول كل 6 شهور ان احنا حولنا الزراعه وحولت الزراعه الى يعني زراعه منتجه، الى ان انا اقدر ان انا اكتفي ذاتيا، ان انا اقدر ان انا احط رجلي وانافس. خلي بالك انا اقدر انافس امريكا في الزراعه، اقدر انافس الفلاح المصري، اقدر انافس امريكا في الزراعه، واقدر بمنافستي في الزراعه ان انا اقدر اجيب الصناعه من امريكا، ان انا ابدل معهم. اقدر ان انا النهارده لما السيد الرئيس راح افريقيا لابد كان ان انا اقدر اعمل مراعي وابعد المستثمرين هناك والزراعه كلها دور، بدل ما انا عندي ازمه في اللحوم ان انا اقدر اخذ اراضي وان هم عندهم الامطار موجوده وعندهم الارض خضراء على طول. ممكن ازرع القمح في الدول الافريقيه، ولازم حد يلم ورا الرئيس في الزيارات دي ويبقى يعمل مشاريع استثماريه مع الدول الافريقيه. وطبعا الرئيس كان ليه بعد نظر مهم ان انا احتضن افريقيا، وان احنا كنا بعدنا عن افريقيا بعد كبير، ولكن لابد من الرجوع لافريقيا، لان افريقيا هي يعني احنا لازم نحتضن افريقيا، وافريقيا دي هي فيها الاراضي الخصبه، فيها المياه. ان انا ارجع ان انا بدل ما الصين تروح تزرع في افريقيا، بدل ما اسرائيل تزرع في افريقيا، بدل ما فلابد احنا نرجع احنا كمصريين ان احنا نزرع في افريقيا مع الاشقاء افارقه، لان ده دور مهم، ودور مهم ان احنا يكون ورا الرئيس على طول، انما الرئيس سابقنا بخطوات كبيره والحكومه خطواتها متاخره جدا. فانا طبعا من خلال برنامجك بقول للسيد رئيس الوزراء الفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح، اذا كنت عاوز استقرار امني ومعيشي هو الفلاح المصري. طب يا سياده النائب، احنا عايزين تطمنا على حال الشعب من ناحيه الاسعار اللي المفترض بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وبرضو تطمنا على مراقبه المجازر في المرحله اللي هي موجوده اثناء العيد الاضحى. والله هو يعني وزاره الزراعه طرحت مجموعه كبيره من الابقار والجاموس والاغنام، ولكن مش بكفايه، هي وضعتها في المحافظات وركزت على المحافظات، ولكن عندنا مراكز كثيره، وانا من موجود في مراكز شمال الشرقيه، عندنا 4 مراكز موجودين، جيس عليهم الصعيد، جيس عليهم كل المحافظات، هم كان التركيز على المحافظات والقاهره الكبرى واسكندريه، ولكن انا كنت تحدثت مع المتحدث الاعلامي لوزاره الزراعه، قلت له ما فيش مواطن بشرطه ومواطن غير شرطه، لابد ان يكون الشوادر اللحوم على مستوى الجمهوريه وليس على مستوى المحافظات الرئيسيه او الاسكندريه والقاهره فقط لا غير، لان عندنا الصعيد، عندنا الشرقيه، بورسعيد، قعليه، كل محافظات الجمهوريه لابد، او وخاصه المراكز يكون فيها شوادر، لان انا النهارده عاوز اوصل للمواطن البسيط، عاوز اوصل لعامل اليوميه، عاوز اوصل للناس الغلابه، ده اللي كان بينادي فيه السيد الرئيس. طيب ما فندم، عندنا برضه وزاره التموين المفترض لها دور مع المواطن بتوفير وزاره التموين شوادر للعرض اللحوم من خلال وزاره التموين، هل ده فعلا فندم موجود ولا لا؟ هم عاملين الشوادر المشتركه، وزاره الزراعه مع وزاره التموين مع القوات المسلحه، فبرضو النسبه مش هتقدر يغطي، لان يعني لابد الموضوع ده كان ليه استعداد اكبر، ولابد من اشتراك كان الادارات الزراعيه مع التعاون الزراعي. هو ما اشتركش مع التعاون الزراعي، التعاون الزراعي ده قطاع كبير، ان هو يكون التعاون الزراعي موجود في كل قريه عند جمعيه تعاون زراعي، كان المفروض تبقى فيها حتى شادر او كل جمعيه، ولكن انا مش عارف يعني هم ليه ما بيفعلوش دور التعاون الزراعي. التعاون الزراعي ده هيريحهم، اولا هيوصل اللحوم الى مستحقيها، يكون مدعومه من قبل وزارة الزراعة والتموين. القوات المسلحة طرح لحوم ب80 جنيه وب70 جنيه موجودة في عربات القوات المسلحة، ولكن برضو مش هتكفي، لأن عاوز تساعد القوات المسلحة وزارة الزراعة وزارة التموين. النهاردة احنا بنقول للشعب المصري كل عام وانت بخير، كل عام وكل فلاحة مصرية بخير، كل عام وكل فلاح مصر عيد الفلاحين يوم 9/9، وبنهنيهم بعيد الفلاحين، وانا عاوز طبعا ان يكون هذا كل الاعلاميين والصحفيين
الزراعيين يكونوا واقفين حول الايد بتاعه على الفلاح، انت عاوز ايه ايها الفلاح، انت عاوز ايه، انت عاوز ايه من البرلمان، انت عايز ايه من الحكومه عشان تنهض. وصدقني احنا لو قعدنا مع الفلاح، الفلاح الستر، ايه الستر عند الفلاح؟ عايز يتعالج، عايز يمشي، عاوز قطعه ارض يزرعها او سكن يويه، وهذا مطلب بسيط وهو عند الفلاح المصري. انا طبعا هو سياده النائب من يعني هو حال الشعب غير راضي على الاسعار الموجوده لاسعار اللحوم او الدواجن او الاسماك، فطبعا حضرتك لعدم وجود منافس بيع بشكل منتشر في جميع المحافظات، ده طبعا لقله الامكانيات اللي موجوده داخل المؤسسات الدوله. وده طبعا زي ما انت عارف سياده النائب مش هيتعالج بيوم وليله. طبعا انت حضرتك طبعا عارف ان القيادات الموجوده حاليا لسه بقى لهمش فتره، فبيعيدوا اعاده الملفات وتدويرها بشكل جيد على اساس نحقق تنميه واضحه على ارض الواقع. وطبعا عشان تعمل تنميه كثروه حيوانيه او ثوره دجاجيه او ثوره سمكيه طبعا بتاخد وقت طبعا سياده النائب، وانت عارف طبعا الكلام دوت. وطبعا انت عارف طبعا عشان نحقق تنميه واضحه للفلاح ويحس ان هو في وضع استقرار، لازم حضراتكم كنواب وبالاخص كلجنه الزراعه ان المفترض تفعيل المواد الدستوريه الموجوده، تفعيلها بقوانين فعاله على ارض الواقع، والزام الدوله او الزام المؤسسات المتخصصه لتوفير هذه الاحتياجات للفلاح في المرحله القادمه. احنا بالنسبه تسمح لي بس في نص كلمه، انا عندي اقتراح لو هم طبقته الحكومه هتخلي اللحمه دي الصبح ب 80 جنيه. اتفضل يا فندم. الصبح النهارده الحكومه طبقت هذا الاقتراح، و الماشيه او الحيوانات المستورده من الخارج اللي بيستوردها المستثمرين المفروض ما تدخلش اقل من 400 كيلو، لان هو بيجيب الماشيه دي 250 يعلفها في مصر هنا، وبعد ما يعلفها شهرين بيدخلها كانها حيوانات مصريه ويذبحها وياخد الاسم المصري عليها. فانا بقول لو ان انا وتندبح مباشرة فورا أول ما توصل الأراضي المصرية، صدقني إن اللحوم 80 جنيه في مصر ممكن 70 جنيه، إنما أنا عندي أنا المستثمرين، مش كل المستثمرين، بعض المستثمرين بيجيبوا ب 50 بعدوها شهر واثنين، ولما السوق يرتفع يطلعوها والسوق مش يرتفع بيحتقروها. فأنا بقول لو طبقوا إن شاء الله هيكون في خطوة واحدة اللحوم بكرة الصبح ب 80 جنيه، وانا بقول الكلام ده وعلى مسؤوليتي بقول الكلام ده. هو بالفعل سياده النائب الكلام اللي حضرتك قلته، كانت معانا الدكتوره منى محرس نائبه وزير الزراعه، طمنتنا على ملف التنميه الثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه بشكل جيد. وفعلا خدت خطوات ايجابيه، ولكن من يساعدها في معاول بتقدم وفي معاول بتقدم الشغل بتاعها، ولكن عايزين من يساعد الدكتوره منى؟ لا هي بالفعل هي طمنتنا، وفعلا في برضه طمنتنا برضه على المشروع القومي اللي هو تربيه البتلو بالفعل طبعا، وحققته وعملته على ارض الواقع وشغال. البتلو يا فندم انا عندي في الشرقيه لغايه دلوقتي ما فيش فلوس جت للبتلو. الكلام ده انا كلمت الدكتوره منى وكلمت رئيس البنك وقلت له ما فيش فلوس جت شمال الشرقيه، مركز صنع الحجر ومنشيه عمر والصالحيه الجديده والحسينيه، حتى الان الناس مقدمه لها ثلاث شهور. هي طمنتنا ان هي اعتمدت 100 مليون جنيه لقروض لصالح. هنفضل نطمن، احنا عاوزين تنفيذ. ما التنفيذ ده يا فندم احنا هنتم معاك يا سياده النائب ان شاء الله بعد العيد، ونطمن برضو اهالينا وناسنا اللي هم المتخصصين في تربيه البتلو على اساس نحققوا تنميه على ارض الواقع. هنتم مع سعادتك بعد العيد ان شاء الله. اشكرك سياده النائب، اشكر سياده النائب رأف طمراز وكيل لجنه الزراعه بالبرنامج، اشكرك يا فندم. طبعا احنا بنتكلم بعض المؤسسات الدوله و
احنا بنتكلم برضو زي ما قلنا مؤسسات الدولة زي الوزارات المعنية والمتخصصة، زي قلنا وزارة الزراعة ذات اهتمام جيد، وعندنا برضو وزارة التموين المفترض تراقب الأسعار بشكل قوي، لأن احنا مش عايزين نخلي التجار تستغل المواطنين في مناسبة كلنا المفترض نفرح بيها، وكلنا نساعد على اساس نساعد بوجود فرحه بشكل واضح، مش احنا حضراتكم نستغل العيد على اساس ان احنا نخدم على التجار. فنتمنى ان فعلا وزاره التموين تشتغل على ارض الواقع، واحنا نعلم بالكلام ده كويس جدا، بس نرجو بشكل جيد ان يبقى في لجان او يبقى في لجان او متابعه تفتيش بشكل جيد على التجار اللي بيستغلوا المناسبات السعيده للمواطنين، بيستغلوها شغل صالح نفسه. معنا الاستاذ خالد مصطفى المتحدث الاعلامي لمحافظه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ مصطفى، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا استاذ خالد، كل سنه طيب يا استاذ خالد. وانت صح. عايز حضرتك تطمنا بقى بمناسبة العيد الأضحى المبارك، تطمنا عن استعدادات محافظة القاهرة في مناسبة العيد الأضحى المبارك يا فندم. هو يعني السيد المحافظ المهندس عبد الحميد عمل أكثر من اجتماع مع مدير مديريات الخدمات ومع رؤساء الأحياء، وأكد على الاستعداد الكامل للأجهزة في الأحياء والمديريات لاستقبال عيد الاضحى المبارك. طبعا في تجديد وتنسيق مع مديريه الامن ومع اوجه الامن المختلفه، ادارات الامن المختلفه، علشان تامين الحدائق والاماكن اللي هي بيحضر فيها التجمعات، انت عارف طبعا الاماكن التنزهات وكده. تمام. في تامين تام بالنسبه وتعليمات مشدده علشان المراسي النيليه والاتوبيس النهري، انه لازم تطلع الوحدات خاضعه للتفتيش الفني وخاضعه لاشتراطات الامان، ممنوع الحمولات الزياده وكذا، وفي طبعا تنسيق يعني مع شرطه المسطحات بالده. بالنسبه برضه في بالنسبه لمديريه التموين تعليمات مشدده، مديريه التموين ومديريه الشؤون الصحيه ومديريه الطب البيطري للمراجعه ومراقبه الاسواق والمحلات والتاكد من سلامه السلع المعروضه. يمكن النهارده احنا لسه كان باعتين بيان بخصوص هذا، لان حوالي 17 طن لحوم تم ضبطها خلال الاسبوع اللي فات ده بمعرفه مديريه الطب البيطري غير صالحه لاستهلاك الادمي، لحوم ودواجن. ضبط 11 طن لحوم مزروعه خارج المجزر؟ 17 طن، لا لحوم دي في المحلات، احنا في المحلات والاسواق. تمام. او في شوادر او عربيات كده بتبقى عارضه او فنادق موجود فيها. ففي لجان لجانين مباحث التمويل ومديريه التمويل ومديريه الشؤون الصحيه ومديريه الشؤون الطبيه البيطريه، دول بينزلوا مع بعض وبيعملوا حملات مكثفه على محلات الاطعمه ومحلات الاكل للتاكد من صلاحيه اللي هو المعروف الاستهلاك المتجمع. طب هل بالفعل يا فندم محافظة القاهرة عاملة غرفة عمليات لمناسبة عيد الأضحى المبارك لعدم وجود أزمات أو عدم وجود كوارث أثناء هذا المناسبة السعيدة على المواطنين؟ تمام. احنا فعلا من النهارده في غرفة عمليات، ودي بقى مرتبطة بكل الأجهزة في الأماكن الأخرى. دي شغاله على مدار 24 ساعه، تتلقى اي شكاوي او اي مقترحات او اي يعني في اي عجز في اي حاجه، انا بتجهز اي شيء، اي شيء انت حضرتك شايف مشكله، ناس ذابحه في الشارع وسايبه المخلفات في الشارع، بلغ عنها حضرتك عن المكان، وعلى طول في فرق نظافه هتروح لها وتطهرها وهكذا. تمام. طبعا تعليمات للنظافه قطعت جاهزه، وباذن الله عندنا اكثر من 300 حديقه في القاهره مستعده تماما لاستقبال المواطنين، وبنطالبهم ان هم يحافظوا على المكان زي ما دخلوه، يعني ما يخشوا يشوفوه ازاي،
ان هم في كيس بلاستيك هتوزع على المواطنين في الدخول بحيث ان هم يجمعوا فيها مخلفاتهم. هل بالفعل المحافظة عاملة لجان لضبط الأسعار داخل الأسواق للمواطنين يا فندم؟ هو أنا آسف الصوت بعيد شوية. بقول هل حضرتك المحافظة عاملة لجان لضبط الأسعار داخل الأسواق للمواطنين؟ لا احنا حضرتك عندنا بنعمل حاجه ثانيه اللي هو بنزود المعروض. احنا في تنسيق ما بيننا وما بين جهاز خدمات القوات المسلحه ومديريه التموين وشركه امان تبع لوزاره الداخليه الشركات القابضه للمجمعات الاستهلاكيه بنعمل حملات تموينيه في كل الاحياء الشعبيه والمناطق المناطق العشوائيه بحيث ان احنا بندفع بعربيات. العربيات دي بتبقى مكونه ما بين 10 ل 15 عربيه حمله كامله بتنزل من المكان بتنزل كل السلع المطلوبه من سكر وزيت وفراخ ولحوم وخلاف وزيت وكذا باسعار مناسبه واقل من مسؤوليتها في السوق. ودي بتلاقي اقبال شديد جدا حضرتك عليها والناس دايما بيطالبوا بيها يعني واحنا الحمد لله فده بيساعد بيخلي الاسعار بتهدى شويه يعني. طب هل بالفعل في الفعل سياده استاذ خالد بالفعل في لجان متخصصه بضبط اللي هم بيذبحوا خارج المجازر حضرتك؟ تمام ايوه في بالفعل قائمين لفتره لحد بعد العيد يا فندم؟ اللي ثالث يوم العيد ان شاء الله. ده هيبقى 24 ساعه ولا حضرتك له توقيتات معينه؟ لا 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 دي حملات كده بتنزل من الطب البيطري بالتعاون مع الشؤون الصحيه ودي بتنزل ومع هيئه النظافه. طب حضرتك تنصح بايه اللي هو المواطن اللي بيعمل الضحيه ان هو المفترض بيذبح للضحيه؟ طبعا ده مش هينفع طبعا يوديها للمجزر فبيعمل الضحيه بتاعته قدام الاماره او قدام والله او في الجراش. ايه النصيحه لحضراتكم تقدموها كمحافظه لاهالي او المواطنين وبتنشدهم ان يحافظوا على نظافه او يحافظوا على ان هو مخلفات الذبيحه يعمل ايه؟ يعني على حضرتك مناشده يا حضرتك واحنا برضو بنناشد مع حضرتك ونعلنها بشكل واضح للساده المواطنين او الساده المشاهدين. تمام. انا في خمس مجازر كبيره وجد في المجان كل ما فيش رسوم جزارة عليها ولا حاجه وبندعو كل المواطنين انهم يتوجهوا للمجازر على الاقل بيطمن على سلامه الضحيه لان بيتكشف عليها قبل الذبح. تمام. فبيطمن على سلامه الضحيه يعني. تمام. وبيتكشف عليها وهي بالمجان وموجوده ودي في نفس الوقت هتوفر عليها وعليه نظافه الشارع. احنا للاسف يعني في بعض المواطنين بيتعاملوا مع الشارع كانه مش يعني حاجه مش ملكهم دي ملكيه عامه وللاسف كمان اللي بيسيب مخلفاته وبيسيبها وكذا وبنضطر احنا نبتدي بعديها عربيات نظافه تنزل تلم المخلفات وتعمل مطايرات وتفرش رمل وهكذا علشان تلوث الجديد اللي بيحصل منها. فبندعو الجميع يعني كده ان هو ما دام مقرر انه يضحي فيضحي كمان شويه بانه المبلغ انه عربيه ياخد فيها الضحيه يوصل بيها للمجزر اقرب مجزر اليه. المجازر الموجوده عندنا في مدينه السلام وفي الدكاكين وفي طرق وفي مايو يقدر حضرتك يروح ويطمن عليها. يعني انا بقول لك كفايه ان هو هيطمن ان الكشف طب عليها توقيع كشف طب عليها ده بياكد سلامه الضحيه يعني. انا طبعا بنشكرك يا استاذ خالد على المجهودات والاستعدادات اللي حضراتكم بتقوموا بيها بشكل واضح على ارض الواقع وبنشكر طبعا معالي المحافظ القاهره بالمجهودات المكثفه لمده 24 ساعه مستمره لبعد اجازه العيد. اشكر الاستاذ خالد المتحدث الاعلامي لمحافظه القاهره. اشكرك يا فندم. طبعا زي ما حضراتكم اتكلمنا ان الاستعدادات اللي بتقوم بيها المؤسسات الدوله المفترض ان احنا بنقوم بعمل وطني وخدمي لصالح البلد وليس ده عمل بنقوم بيه بناخد بيه اجر
لا احنا عايزين نعتبر ان ده عمل وطني لصالح البلد، ان احنا لازم ان حضراتكم نحافظ على المواطنين، و بمناسبة سعيدة اللي هي مناسبة عيد المبارك، وفي نفس الوقت بناخد استعداداتنا على اساس نمنع الكوارث والازمات في بمناسبة سعيدة. احنا عارفين المفترض ان الادارات اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي ادارة الازمات للاسف دي موجودة بالفعل، وادارات قائمة داخل اي مؤسسة، كانت محافظة، كانت وزارة من ضمن المؤازرات الموجودة داخل الحكومة، فبالتالي هذه الادارات قائمة بالفعل. فالمفترض يعني احنا بنشد طوارئ، احنا بنشد طوارئ لصالح المواطنين، لصالح بلد، لصالح الدولة، على اساس نحقق نتائج فعالة، بمعنى ان احنا نكون فرحة بالفعل، فرحة حقيقية، مش فرحة بمجرد ان عيد وخلاص وعملنا اللي علينا وغصب عننا وده اللي حصل ومعلش ومش، لا احنا عايزين فعلا الادارات الموجودة اللي موجودة في المؤسسات الدولة تفعل وجودها بالفعل على ارض الواقع، مش عايزين وراقيا بقى. كفاية والله عشان احنا تعبنا، واحنا عارفين ان القيادات السياسية او رئيس الجمهورية بيناشد وبينادي بيقول يا جماعة ارجوكوا تحركوا على ارض الواقع، كفاية تضييع وقت، ان احنا حضراتكم بنسابق الزمن، والمفترض احنا مكاننا استوب على حجة ان احنا امكانياتنا كده. فمعنى ان احنا بنقول امكانياتنا كده، فامكانياتنا مش كده، لا ده احنا خبراتنا كده، احنا امكانياتنا بأقل، اسف، خبراتنا بأقل امكانيات نحقق اكتر من كده، يعني بخبرات، بالخبرة بتاعتنا، بالكفاءات بتاعتنا، بأقل امكانيات نحقق اكتر من كده معايا. فبالتالي احنا بنقول يا قيادات التنفيذية، احنا بمناسبة سعيدة ونتمنى ان يكون مؤسسات الدولة تكون معانا على ارض الواقع، وتكون واخدة استعداداتها، وان شاء الله احنا عارفين ان في قيادات تنفيذية بالفعل شغالة على ارض الواقع. خلينا نتكلم على ان عندنا مؤسسة من ضمن المؤسسات قوية اللي هي مؤسسة وزارة الزراعة، فده بلف خطير جدا، وان شاء الله هنتناوله في الحلقات القادمة بعد العيد ان شاء الله. هطلع فاصل على اساس ان احنا هنتكلم في قضية مهمة، هي قضية بخصوص ملف البترول. هنطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. رجعكم تاني بعد الفاصل هنتكلم على ملف مهم جدا، وهو ملف قطاع البترول. للاسف الشديد قطاع البترول اللي المفترض ان احنا بنتكلم عن ان هو بعض العاملين وبعض الموظفين القائمين داخل هذه القطاعات اللي هو قطاعات البترول بشكل عام، للأسف الشديد هنتكلم في بعض نقط تهم الدولة عامة. أصل المواطن في الأول وفي الآخر مغلوب على أمره. خلينا نتكلم في الدولة اللي هي الدولة المفترض كلنا بنتكاتف كمواطن، كقيادة تنفيذية، كقيادات عليا، على أساس نحقق تنمية ونرفع اقتصاد مصر ونوقف بلدنا على رجلين. فده عشان يحقق ما ينفعش كل قطاع او كل مؤسسة تشتغل في اتجاهها معناتها وعلى هواها وعلى انظمة
تفيد اشخاص معينه او مصالح معينه. فخلينا قبل ما نفتح هذا الملف ونحاول هذا الملف الخطير، خلينا نرحب بضيفنا اللي شرفنا النهارده الاستاذ اشرف عبد المنعم الشافعي، احد النقابين السابقين بقطاع البترول. انا بيك يا فندم، شرفتنا. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، كل عام وانتم طيبين والقناه طيبه والشعب المصري كله طيب. وانت طيب يا استاذ اشرف، شرفتنا يا فندم. فكرة حضرتك عاوزك تطمنا عن حال الاقتصاد في مجال البترول وايه كواليس هذا الملف. هو طبعا قطاع البترول كان يعني دائما كان من مصادر الدخل القومي في مصر، لغايه ما قل البترول عندنا بقى مستوردين. ولكن طبعا انه يكون ان هو بقى عنصر مصروف وليس عنصر ايراد، الا انها هناك بقى في ظاهره جديده، ظاهره سوء الاداره والفساد. دي ظاهره مستشريه في الفتره السابقه، بالذات الفتره اللي هي عدم الاستقرار اللي بدات من 2011. فدي كل الناس يعني اللي تعمل في القطاع تحس كده ان هم شغالين يدولوها كيفما شاءوا، ليس من منظوم دوله ولا مؤسسات تنهض بحال الاقتصاد المصري. ولكن للاسف ان بقى سوء الاداره والقرارات والفساد المستشري بقى اصبح خنجر في هذا القطاع. مش هطول عليك كتير، نبدا عايز نخش على طول في الموضوعات اللي هي الهامه. نعم. المفترض بنقول ان قطاع البترول مفترض نقول نتعاون كلنا. نعم. كمؤسسات الدوله عشان نوقف الدوله ونحقق اقتصاد وتنميه فعلا على ارض الواقع. كان عندي بالتالي لما نحقق الكلام ده كله عشان نحققه لازم نطهر انفسنا. نعم. كان طبعا عشان نحقق تنميه. فهنشوف طبعا الاستاذ اشرف هيتكلم بنقط حساسه اللي هو خاصه بالقطاع البترول. اتفضل استاذ اشرف. انا هنبدا باول حاجه في يناير 2017 معالي وزير البترول طارق الملا اصدر قرار نقل احدى رؤساء الشركات. لم يبدي اسباب النقل، ولكن انا هدي مختصر عن افعال هذا رئيس الشركه. رئيس هذا الشركه الذي نقله وزير البترول في 17 منفردا، مش حركه تنقلات، لا ده هو لوحده نقله. طيب الراجل ده شركه ايه يا فندم؟ مش يعني احنا مش بنقول يعني لا خشيه من شركه ولا من اسم، ولكن ايه في حاجات هنجاهلها لحد ما هو الوزير يرد عشان دي وقائع سوداء. يعني هذا الرجل اللي هو نقله في يناير 2017 كان يشيد مبنى اداري في التجمع الخامس تكلفته لم تقل عن مليار و500 مليون. انت بلد في اشد العوز والحاجه تصرف على مبنى اداري مليار ونص؟ لا ده مش من ميزانيه الدوله؟ لا هي مش ميزانيه الدوله، هي من مدخلات الشركه، وشركه قطاع عام بنسبه 99.5%. برضه ما لا ما هي مال عام ملكيته. لا 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 انا كلامي واضح. لا لا هي اصل انت حضرتك بتقول لا 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 قطاع خاص، انا مش جايين نتكلم في قطاع خاص. لا هي بتكلم في مال الشعب ومال الدوله. شوف التناقض بقى، بتكلم حضرتك بتقول كام مليار؟ التناقض بقى ان هي شركه قطاع خاص ومالها مال عام. فحاجه كده متناقضه. يعني ايه يعني ايه واحد بشخصه يمثل صاحب راس المال؟ هو مش صاحب راس المال، ولكن يمثل هذا الدور ويؤدي هذا الدور ويتصرف منفردا في استثمار مليار و500 مليون في مبنى. هنتجاوز عن الايه المليار و500 مليون وانها كارثه. تصور بقى الخلل العقلي، الخلل ان الواحد يظن انه لا يحاسب، انه من الالهه. سمعت قبل كده يا استاذ مصطفى ان رئيس شركه يلحق بمكتبه جاكوزي حمام بخار للتدليك والاستجمام؟ حصلت يا استاذ مصطفى، حصلت. ده بالفعل حصلت. ده داخل المكتب ولا داخل مغرفه ملحق بمكتبه؟ خلي بالك الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. ان انت بتتكلم في حاجه يعني لا انا بقول واحد نقل. احنا انا بقول لك واحد وزير نقله. هذا الرجل من الخلل العقلي انه الحق بمكتبه حمام جاكوزي بالبخار. خلاص شالوا، هما قالوا لا ده اتشال ويمكن بيتعاقب عشان كده. طيب يتركن في الوزاره 6 اشهر، اروح مرجع له قرار تاني يروح يمسك شركه قبضه عشان يلحق في مكتبه اللي في الشركه القبضه حمام جاكوزي بالتدليك والبخار؟ لا كده بقى ده احنا وصلنا لدرجه خلل. الشعب كله يعاني ويئن وبيستحمل
بيستحق، الشعب يستحمل، يتحمل ويئن ويستحمل، وانا واحد. بيقولوا الشركات بتخسر. بتخسر؟ يا بيه حتى لو ما خسرتش دي تخرب. اما يوصل ان انت تدي اداره شركه من اكبر الشركات في مصر، واحد يحط لك حمام جاكوزي ملحق بمكتبه بالبخار جايبه مستورده من اليابان. لا. تكلفه ده حتى مش تكلفه، ده جنان رسمي. هو جاي يشتغل ويدلك. دي بعدي انا اقول سيادتك اتنقل، نقلوا سياده الوزير في 17 يناير. سابوا 6 اشهر مركون في الـ في الـ في جراج الوزاره، بعدين وداه شركه قبضه. شركه قبضه للبترول. شركه قبضه للبترول برضه. ده حاجه مش ممكن. يا اخواننا هذا تصرفات مخربين. هذا الرجل مخرب، هذا الرجل لما استلم شركه لم يرمش له جفن. عندما حول مليار و400 مليون دولار لحكومة الإخوان الأولى في عادي أسامة كمال. هدي شركة عشان يحول مليار و400 مليون دولار لشركة لحكومة الإخوان يستوردوا بيها غاز وسولار. طب ده تسيبه إزاي ده؟ تسيبه إزاي؟ ما حولش ده إلا عشان عايز يترقى. عشان وعدوه بمصاصب أعلى. لا. معالي الوزير طارق الملا. هذا الرجل الذي نقلته في يناير 2017 وعدته في يوليو رئيسا لمجلس إدارة شركة قبضة، أنا بقول لك اتق الله في مصر. ليس بمثل هذه الأمور تدار مصر. اتقوا الله في هذا الشعب. أن تتهدون هذا الشعب، أن تتهدون هذه الدولة. ده بالنسبة للأخ بتاع الجاكوزي ده كان إيه؟ لازم ناخده كده إيه؟ الافتتاحية. هنخش بقى في موضوع فساد مش قليل. موضوع فساد كبير. الفساد هو برضو بقى هنحدد هنا الشركة. بس حضرتك ما ذكرتش اسم بقى. هو سيادته يعلم، وسياده الوزير البترول يعلم من اللي نقله في يناير ومن اللي رجعه في يوليو. هو يعلم، هو نقله لوحده في يناير 2017، في يوليو حطه في وسط الايه، رجعه شركه قطر وسط حركه كبيره. ده يعني انا مش لست خشيه منه ولا خشيه من اي حد. نحن هنا نقول حق لانقاذ هذه البلد من الفاسدين، من المقتلين عقليا. عندما يفكر رئيس شركه أن يعمل حمام جاكوزي ملحق بمكتبه فده مختل عقلي. تمسكوا شركة تانية ازاي؟ ازاي؟ فهل فعلا في مستندات تثبت ان هو فعلا الماده موجود في التجمع الخامس عمل حمام ده وداخل الشركة؟ موجود لسه. اللي هي ما لحقش يخشوا. اللي هو كلفها مليار ونص. ونص مليار. أحدث مبنى في شركات بتاع البترول افتتح في التجمع الخامس، معروفة وأنا مش خايف أقول الأسماء. هو بينه وبينه أراضي، في فساد برضه. ربنا كرمنا في قضيه اخذنا فيها براءه، والثانيه الحكم بتاعها يوم الاربعاء بعد العيد. وما مشكل يقدم يعمل 100 شكوى. احنا من اجل هذا الوطن بندافع عن حقوقه. طب هل بالفعل بنتكلم عن ان في فعلا رؤساء او قيادات موجوده داخل قطاع البترول للاسف الشديد بيستغل المال العام؟ الله ينور عليك. للترفيه. قطاع خاص. طبعا على لسان الاستاذ اشرف عبد المنعم ان هو طبعا ادرى بالواقعه اللي حصلت ديت، ان طبعا احنا بنتكلم على بنطرح جاكوزي موجود. استغلال نفوذ، استغلال مناصب، استغلال مال عام، مناصب، استغلال مناصب. وطبعا بصفتك ان انت يعني راجل نقابي في احد قديم في قطاع البترول، فطبعا ده كله بيعرض عليك بصفتك راجل خدمي وبتحتك بهذه القطاعات، فبالتالي بيوجد بعض الفساد داخل الشركات اللي هو داخل قطاع البترول بشكل عام. فأرجو توضيح على اساس ان نقدر نحدد النقط اللي المفترض اللي بنتكلم فيها وبنتكلم فيها في الحلقات السابقه، اللي بنقول ان وجود قيادات تنفيذيه فاسده همها رقم واحد توقع مصر، توقع البلد، توقع اقتصاد مصر. ده اللي احنا بنتكلم فيه عشان نقدر نوضح هذه النقط على اساس نخلي ان القيادات السياديه تركز الضوء على بعض الاماكن الموجوده اللي بتعمل انهيار الاقتصاد المصري. نعم. استغلال المال العام في اوضاع غير صحيحه وغير سليمه، مش لصالح الدوله، لصالح اشخاص، لهدف ما الله اعلم. هو طبعا تطورت اصول اساليب الفساد. من اشد تطوراتها هي الامثله دي، الحاجات اللي تفطن لها الاجهزه الرقابيه.
طب واحد يقول لك ده مبنى بيتعمل، ماشي مبنى بيتعمل، هو مش عارف ايه اللي بيحصل جوه، ازاي بيتعمل، ازاي بتسند اعماله. اما اعمل مليار ونص مبنى بمليار ونص، طب كيف اسندت اعمال هذا المليار ونص؟ اعمال التكييف مضروب، اعمال اسانسيرات مضروبه، جاكوزي مضروب، مكتب مستورد من سويسرا، نجف من بلجيكا، حاجه يعني كانه لا يعيش في مصر. هو فاكر المال باله، هو المال عامل زي ما انت بتقول، هو مال عام فعلا، ولكنه يتصرف به بلا الا ولا ذمه، بلا رحمه، بلا رحمه. انا لم اسمع ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الدول العربيه ولا في اسيا ولا في الصين رئيس شركه عمل جاكوزي ملحق في مكتبه، والله ما سمعت، ولفيت كل الحتت دي يا استاذ مصطفى. ده حاجه، ده جنون. طب انا واحد مجنون مختل عقليا امسكه شركه تانية؟ لا لا، معالي الوزير ما يمكن على كفاءته مثلا، ما فيش كفاءه. ايه كان ماسك شركه خسرها، كان الشركه دي بيقول لك مليار و400 مليون دولار قدام حكومه الاخوان بلا ان يرمش له جفن، مليار و ارصده استثماريه كانت مخليه هذه الشركه اقوى شركه في عمليه على من مركز مالي على ارض مصر، دمرها. وبرضو يعني هو تخريب، نوع من التخريب. طب هو مش باين ان هو مش يعني ولا ارهابي ولا اخواني ولا مش عارف ايه؟ لا، هو بيخرب. يكون موجه، لا غير الموجه. الفاسد هو مخرب، الفاسد هو مخرب، يعني حتى لو ما كانش مخرب سياسي فهو مخرب اقتصادي. ما فعله ده تخريب اقتصادي. هو مش سليم ماديا، مش لازم أن يبقى يعني عنده عقيده ان هو خربه، لا ده تخريبهم حلال. هو معنى ان هو استمراره في تنفيذ عمل قيادي ورئيس شركه كبيره جدا، اذا هو موجه او حد سنده. مين بقى؟ لازم نعرف. عايزين نقول كده انا موجه يعني موجه، يعني في بعض الشخصيات اللي مش داريه، اللي مش معلنه، اللي مش شايفينها. مين دول بقى اللي بيسندوه؟ مين اللي قدر يرجعه بعد اول شركه خسرانه وتاني شركه خسرانه مسكوا الثالثه عشان يخربها برضه. دي قصه الاخ بتاع الجاكوزي. وطبعا مع الوزير مع الوزير يعرف اسمه طبعا كويس، ويعرف اسمه ويعرف اسمي، ويشوف الواقعة والمبنى موجود والجاكوزي موجود. هنخش بقى دلوقتي على القصه الثانيه. القصه دي كان في بتروجيت. بتروجاز؟ بتروجيت. بتروجيت. بتروجيت عملت فيها حاجتين حصلوا. حصلوا في واحده حصلت في 27 يناير، وواحده في 23 و24 ابريل. بتروجيت تحصل على شهاده عالميه لتؤهلها لتصنيع المعدات بالمحطات النوويه. حلو. برضه في 24 بتروجيت تتأهل للعمل في مجال المحطات النوويه بعد حصولها على شهاده ان ستامب. تمام. كلام جميل. طب ده البروباجندا اللي طبعا اللي ماسك بتروجيت دلوقتي الفاضل صلاح اسماعيل، ولا يتحمل وزر مثل هذا الكلام. الراجل جه في فبراير 2017 طالع معاش اظن في 12 2017، يعني هو جه لقى الموضوع يعني، ولم يشكر في البرو، يعني هم عاملين دعايه واعلان وحاطين اسمه وصوته، بس هو لم يشكر في اتخاذ القرار. تعال نشوف بقى ايه النصيبه ورا الايه اللي هم بلغوا معالي سياده الرئيس ان احنا قادرين على تصنيع المحطات النوويه بهذه البروباجندا، بهذه الشهاده دي. واحنا شهاده عالميه. عالميه. طب نشوف بقى ايه اللي ورا الموضوع ده. سيادتك احنا فكرنا في المفاعلات النوويه كان في عهد حسني مبارك سنه 2007. المانيا يعني ابدت تعاطف ان هي عايزه ايه؟ تساعدنا في ايه؟ في عمل محطات نوويه لتوليد الطاقه السلميه. الموضوع ما مشيش، تعثر. كان ساعتها بقى المانيا بتشتغل بحاجه اسمها مواصفات امريكيه. طب تعثرت في 2007. طب 2013 الموضوع ايه؟ جدد. ومصر بقى في اتفاق مبدئي مع روسيا لعمل اربع مفاعلات نوويه بقدره كل واحده 1.8 ميجا وات. دي بتسد يعني ما شاء الله كده انتاج كهرباء كويس قوي. طب التعاون مع روسيا الاتحاديه في 2013. طب الناس اللي ممكن يساعدوا في المواضيع، عملوا لهم رحله لروسيا، عملوا لهم رحله لروسيا عشان يعرفوهم ايه الموضوع. كان من ضمنهم واحد مدير عام الاداره العامه للمراقبه وتوكيل الجوده وشركه روجيت، راح روسيا الاتحاديه. ماشي، راح روسيا الاتحاديه، يعني عنده العلم معروف تماما اللي احنا هنعمل ايه؟ محطه نوويه ايه؟ روسيه. طيب هنا بيقول احنا عملنا ايه؟ جاهزين للتصنيع النووي. تسويق النووي تبقى للمواصفات ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ عالميه.
لا الامريكية. طيب ماشي انت امريكية واهلت نفسك في 2017، لكن انت في 2013 رحت روسيا وعارف ان انت هتعمل مفاعل نووي ايه روسي. طب انت اهلت نفسك في روسيا؟ لا. طب عشان نحط برضو ايه نسد ايه مداخل الشيطان، يقول لك لا اصل انا اتاهلت امريكي عشان اشتغل في الامارات السعوديه. اول حاجه الامارات ايه خلاص يعني قربت تخلص، السعوديه مش واضح لسه القرار عندها، والسعوديه ما تديش شغل الواحد ما عندوش خبره فيه. يعني انت ما عندكش خبره في حاجه، يعني ممكن تبقى متاهل ما عندكش خبره، لا بتاع الخبره اولى منه. طيب انت اهلت نفسك مرتين لتاخد مواصفات تصنيع نووي غير المتعلق بالامان النووي، يعني مواسير، غلايه، حاجات مساعده مش هي اساس الايه؟ القلب المفاعل الايه مش متعلقه بالايه؟ بالامن النووي. طيب انت عملت مرتين امريكي وما عندكش شغل ولا عرض ولا وعد ولا اي حاجه. طب مرتين، طب ما كفايه مره. لا ده اهل نفسه ايه؟ مرتين، كل مره التاهيل بفلوس. طيب طب انت روسي بقى عملت ايه فيه؟ لا انا مش مؤهل روسي. طيب يعني حتى ما حاولتش تتاهل ليه؟ ما تعرفش. طيب اما جيت تاهل امريكي، اما جه اهل امريكي كان عنده عرض، يعني عنده بالظبط 1 2 3 عروض. طيب عرض التاهيل ده يعني تاهيل، ان واحد بيقول لك انا هاجي هظبط لك ورقك وهجهزك بحيث ان اللجنه الامريكيه اللي هتديك الترخيص تقول اوكي. كان في عرضين، عرض شو بقى ايه الفساد اما يضغب القوي بقى. كان في عندك عرض انجليزي لشركه ال ار اختصار اللويدز، هيئه اللويدز، وكان عندك عرض فرنساوي اختصار ار في. طيب العرض اللويدز كان ايه تكلفته يا استاذ مصطفى؟ كان تكلفته $44,000 في الاسبوع، $44,000 في الاسبوع الواحد. السنه فيها كم اسبوع يا استاذ مصطفى؟ كم فرد بقى بيدرب على هذا؟ لا انت بتعمل فريق عمل بيشتغل مع الجماعه دول بحيث يعلموك ازاي ترتب اوراقك، ازاي تحدد خطوات العمل، ازاي تحدد خطوات التنفيذ، ازاي تحدد خطوات الصيانه كده يعني. طيب انت دولك مقدمين لك عرض الاسبوع الواحد اشتغلوا ب $44,000. طب الجماعه المنافسين مقدم عرض بكام يا استاذ مصطفى؟ قال لك انا اهلك كلك على بعضك كده بتكلفه كام؟ $49,245. $249,275 على بعضك. يعني ايه؟ يعني اي وقت هقضيه معاك هتدفع لي في الاخر كام؟ $49,275. تاني بيقول لك كام بقى يا استاذ مصطفى؟ $44,000 في ايه؟ الاسبوع. طب ده معناه ايه يا استاذ مصطفى؟ لو قلنا المده سنه، لو المده سنه 52 اسبوع، ان هو ادى لشركه اللويدز ال ار مجاز يكون الخبره الفنيه بتختلف عن الخبره دي. لا عامل مقارنه، هو اللي عامل مش انا، ده جدول مقارنه هو اللي عامله. بيقول لك عدد المقيمين في مصر اللي هم بيعملوا في الار في البي في البي في خمسه في مصر. طب ال ار في ثلاثه بس منهم في مصر، يعني معنى العرض الفرنساوي عنده خمسه مقيمين في مصر يعملوا الشغل ده، ال ار عنده ايه؟ ثلاثه بس. طب معدل ساعه العمل المفتش 573 في مصر، ال ار اللي هو نازل 780 في الساعه. سعر عمله التفتيش اللي في الاستامب برضه 572، ده عاملها 840. التنقلات ده عاملها صفر، ده عاملها 780 في الساعه تنقلات. اما يتنقل من حته لحته ياخد 780 جنيه في الساعه، الثاني مش حاطط. تكاليف الانتقال ده حاطط صفر، الثاني حاطط 840 في الساعه. مصاريف اضافيه، واحد الساعه الاضافيه ده عاملها ب 572، اللي ار اللي هو اسند لها ب 1170. مصاريف المسافات الاضافيه ده عاملها ب 592، ده عاملها ب 1260. كل المقارنات ايوه. برضه ما تنساش ان التدريب او الشهاده بتختلف عن الاثنين على 200. لا الاثنين على 200، الاثنين على 200. لا لا ما فيش حاجه، ما فيش واحد افضل من واحد. خلينا بقى ايه نشوف الاخ اللي اسند ب 52 ضعف بالامر المباشر بانحياز ظاهر للاعمى وليس للمبصر. قال لك ليه هو وداهم، هو ليه ادى اللي بقى ب 52 ضعف؟ لا حول ولا قوة.
قوه الا بالله. شو بقى يا فندم هو قال ايه؟ بص قال يتم متابعه التاهيل بتاع الورش اللي هو ال 52 ضعف ده لهيئه اللويدز من خلال مكتب دبي. يعني ال LR اللي هي هيئه اللويدز بتتابع التاهيل من مكتب ايه؟ دبي. طب مما يسهل قدوم الايه المفتشين والايه ده من دبي. طب شوف بقى في اي وقت. اما البي في اللي هو الشركه المنافسه يتم من خلال مكتب ايطاليا. طب بالله عليك يا استاذ مصطفى يعني ايه واحد جاي من دبي واحد جاي من ايطاليا فاروح انا ادي للبتاع دبي ب 52 ضعف 52 ضعف يعني مش حاجه يعني ايه مش واحد ولا 52 ضعف. طيب يعني انت ايه مشكلتك ان ده جاي من ايطاليا وده جاي من دبي؟ ايه انا ما ايه المشكله؟ طب والكلام انت تكتبه يروح واحد تاني يقول لك اه اوكي مع السلامه يعني اصرف يا حبيبي 52 ضعف. انا اتاهل ده فعلا ورق معتمد اه من انا اسيبه شركه واسيبه عندك يا فندم ونشرته شركه البترول يا فندم ونشرته. طب ما تعرضوا لنا على الشاشه طيب عشان الناس ما تقولش ده دوره ورق نمره 3 البند نمره 3 بتاع ان ده بيجي من دبي والتاني بيجي من ايطاليا ورق بتفابريك او اي حاجه لا 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 انا نشره عشان الساده المشاهدين انا نشره في صفحتي وكلمنا فيك يا استغلوا المال العام لاوضاع وهميه لا واحد انت اول حاجه مش عايز الامريكي في حاجه. طب اهلت رفتك مرتين يا مفتري. طب ما كفايه مره المره تكلفك حوالي 2 مليار دولار هذا بقى روسي احنا روسي. طب بتأهل نفسك امريكي ليه يا ابني؟ يعني ساب الروسي ودخل امريكا ليه؟ فنكوش اشترى فنكوش ب 4 مليون دولار. طب يا ابني انت هتشتغل في الامريكي؟ لا مفيش عندك واحد بالله لا عندك ارض ما عندكش اي حاجه خالص. لكن عنده ولد عيل عنده من الجراعه ان يهدر 4 مليون دولار ولا يحاسب احد. هذا الرجل لسه بتراقي اول امبارح منتدب مدير عام. ساب رئيس هيئه البترول مطلع له قرار منتدب مدير عام تنفيذي وقائم بعمل مدير عام. اتقوا الله. ده بيلعب في ملايين الدولارات مش حد بيحاسبه ولا اكن هنا ولا اكن اي حاجه موجوده خالص. الراجل بيلعب بيقول لك اصل ده بيجي لي من دبي والتاني بيجي لي من ايطاليا. بالله عليك يا استاذ مصطفى دخلها في عقلي ايه المشكله؟ هل هي في افاده للدوله او افاده للشركه؟ ايه ده اللي جاي من دبي وايه اللي جاي من ايطاليا ده؟ هو السذاجه وصلت لهذه الدرجه؟ اللي تسيبه واحد يهدر 4 مليون دولار يقول لك اصل دول كبير هي اصلا ما لهمش اصلا لازمه انه يجي. انت بتاهل نفسك ليه في حاجه مش هتشتغل فيها؟ ولا عندك عرض ولا عندك وعد ولا عندك اي حاجه. لا ولد عيل سايبين له ملايين يلا. طب مديره بقى اللي وراه الجامعات التخريبيه انا اخش هو نائب رئيس الشركه سجله زفت سجله امن زفت ليه توجهات ليه توجهات بيخرب ليه توجهات بتوع الامن يشوفوا بقى بيخرب بيخرب انا بأجزم انه بيخرب اللي هو المدير الاعلى اللي هو حمير اللي رقاه ايوه اللي رقاه ده اللي احنا بنقوله بقى للاسف الشديد رقاه مدير عام تنفيذي ندبا وقائم بعمل مدير عام. والله لو مال كفره ما يعملوا فيه كده. لو مال كفره لمعالي وزير البترول رجع من انتدب في هذا المنصب. ارباح بتاهلني تقول لي انا بتعلمي انا هصنع محطات نوويه والموضوع مالوش اي اساس خالص مالوش اي هو عمولات قذره. نخش بقى على صاحب العمولات مين مدير العمولات في الموضوع ده؟ مين الاستاذ الشيطان المسيطر على جو الايه العمولات؟ ابن اخو وزير سابق مش هقول اسمه عشان مات. ابن اخو وزير سابق مش هقول اسمه عشان مات. وزير سابق ايه بترول ولا بترول. شوف بقى يا فندم ده خريج في حكومه ايه؟ طيب مات انا والله هو بيني منه وبين الله بين يد الله انا يعني لا ما استحرم ان نجيب سيرته. ده معاه ايه بقى يا استاذنا اللي بتاع العمولات اللي بيهندس ده كله؟ معاه معهد زراعي تعاوني. ماشي الزراعه مش عيب برضو. لا عيب اما تمسك واحد معاه زراعه تعاوني ان هو في تخصصه يعني يعني في الاول أنا يعني انا امسك بتاع البترول يعني مجال برضو يحترم. لا يا حبيبي نتكلم
ده ما ينفعش يشتغل في لا لا ده هشوف هيشتغل ده شفنا هوريك بقى اتفضل برضه لا عشان لا نعترف برضه سادة المهندسين الزراعيين عشان ما حدش يقول لك لا لا المهندس الزراعي ده لا لا لا, لا 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 هو بيتكلم على ان هو المفترض ده مجال ما ينفعش يشتغل في مجال البترول يعني مش خبره مش عندوش وعي ان هو فعلا يحقق نجاح لا ينجح بس مش بقى بالفساد والمحسوبيه اتفضل ده بقى تم تعيينه ايه بقى اخصائي وقايه من الاشعه المعينه في الشركه طب يا عم الحاج عندك مهندسين ما فيش مشكله اخصائي يعني بكالوريوس ما فيش طب الشغلانه دي بتاخد ايه بتاخد بدلات كتير بدل خطر وبدل تغذيه وبدل بدلات كتير فهو منقله كل حاجه يعني نقله طب ماشي بياخد البدلات طب دلوقتي هو ايه رقوه خلوه ايه بقى بص يا فندم كان عندنا مسمى الوظيفي لمهندس توكيد الجوده بكالوريوس هندسه طب ده مش بكالوريوس هندسه نعمل ايه نلعب في المواصفات ليه في المواصفات خليه ايه يبقى مؤهل علم مناسب حتى يدير القطاع مؤهل علم مناسب يبقى ايه انسى من ايه بكالوريوس هندسه طب انت عندك 3000 مهندس تسيبهم وتمسك مدير يعني مسميات بيطلعوها لا بيظبطوها طب دي خبرته كان ايه بقى طب اللائحه بتدهو يعني لا بمزاجه هم لا يغير ما في مشكل عندهم غير ده مناسب ايه بتاع ابن عم الوزير ابن اخو الوزير شيل يا عم ظبطه يا عم بس مش على حساب البلد طب الراجل ده كانت خبرته ايه بقى يا استاذ مصطفى الراجل ده برمان في نايت كلاب ايه كان برمان في نايت كلاب دي خبرته يا استاذ مصطفى برمان في نايت كلاب برضه مهنه شريف لو كان شريف ومهنه غير شريفه لو سلك فيها السلوك غير الشريف طيب واسند لقطاع البترول ده سنه كام ملفه موجود ملفه موجود طب البرمان بقى اللي بقى دلوقتي مدير توكيد الجوده حسبي الله ونعم الوكيل ده بيعمل مأموريات في السنه ده راجل بقى بيظبط كل حاجه يعني ايه بيظبط كل حاجه برضه كله بالامر المباشر يا استاذ مصطفى دولارات ابوهم رئيس الشركه دولارات ابوهم لا من رئيس الشركه على طول امر لا هو يكتب لا هو يكتب مذكره والتاني يوافق دولارات ابوهم شوف دولارات ابوهم عمل ايه في شهاده اسمها الايزو 9100 اصدار 2008 اللي انت تجهز واحد يبقى يعني ايه واحد حنكه في المستندات في تخصصه محاسب حنكه اداري يبقى حنكه مهندس يبقى حنكه كده تعلموا طرق الشغل العالميه طب يا عم انت اسندت لهم بالمباشر ماشي اسندت لهم مثلا ايه اظن الكلام ده كان في 2014 طب الاصدار معروف 2008 ده كان هيتطور سنه 2015 طب يا عم ما صبرتش ليه واديتهم ال 15 عشان اللي انت 8 ده كمان سنه مش هيبقى ايه ده بس العمولات ايه احنا فيه عمولات مش مشكله لصالح مين العمولات لصالح بقى برمان واحد البرمان ده زي الفل ده بتاع التعاون الزراعي ده ده 100 ايوه بيدي لمين يعني لا عادي يدي لنفسه ويدي اللي حواليه بس هو استاذ دكتوراه عمولات دكتوراه في العمولات اشهد له اللي يعرف يعمل ده كله من غير ما ياخد يوم جدا ولا يتفصل ولا يتحبس ده دكتور فساد دكتوراه فلسفه فساديه انا اشهد له الراجل ده احسن يعني ايه نوع الفساد او نوع الرشاوي اهو جهه انا ماشي يعني جهه برضه عشان برضه ما نوجهش التهم انا بعمل بشكل مباشر انا باهل واحد بيكلفني مثلا 2300 جنيه طب كان في عرض ب 1500 ما خدتوش خدت ب 2300 طب اهاهل كام لا ما انا كده ممكن اهل مثلا 500 واحد في الشركه لا وليه 500 لا تعالى طب هل هو ده تخصصه ايه هل هو ده في السلطه هو هم ظبطوه بقى خلاص هم ظبطوه هم حطوه في المنهج شوف يعني هو دلوقتي ده تخصصه ومع ذلك بيصرف برضه بدلات الخطر وبدلات التغذيه اكنه ايه بيتعامل الاولاني يعني بص يا فندم اللي طلوه مش بقول الراجل ده لو حصلت له مأمورياته خلال السنه لا يمكن ان تقل عن 250 الف جنيه ده بيعادل بالعمله الصعبه يعني على طول بيسافر بيقول لك لا احنا ما ناهلش الشركه بس احنا ناهل ايه فرع الامارات فرع قطر فرع عمان فرع السعوديه فرع الاردن وفرع الجزائر لا طب يا عم يا سيدي ما هو كلهم كل الشركات بتاهل المركز الرئيسي والمحتاج المركز الرئيسي بيروح في اي حته لا يعني مال عام السايب ده احنا في نيغة اللي انا بقوله دلوقتي تطوير الاساليب التخريبيه في الاقتصاد المصري عايزه صحيان وفوقان غير عادي من الاجهزه الرقابيه
اما تروح للاجهزه الرقابيه نقول لهم حاجه زي كده من 12/3/2017 ولغايه دلوقتي ما بيتحركوش. لا مش حاجات ما بيتحركوش، انت خلي بال حضرتك بعض، بص عندهم حضرتك. عندهم كتير احنا عشان بس يكون يعني ايه برضو يعني برضو يعني يعني عندنا نظره احنا بنتكلم واضحه ان شاء الله. لازم نقول برضو عشان بنتكلم برضو للساده المشاهدين ان تعرض الاجهزه الرقابيه كم من القضايا كتير مش في مؤسسه كتير. على جميع المؤسسات الدوله. لا انا بستغل الفرصه مع سيادتك الدكتور مصطفى، انت بتتكلم ضياع 30 سنه فاتوا. انا فانت عشان تحقق منظومه صحيحه وتمنع الفساد انت بتتكلم يعني حاجه لا تذكر. لا ما مع القضايا الكبيره والعملاقه اللي هي لا ده هي تخريب. وبعدين شغلهم خلي بال حضرتك شغلهم ما بيبقاش بشكل مباشر برضو عشان تبقى برضو للساده المشاهدين ولحضرتك، الاجهزه الرقابيه ما بتشتغلش بشكل مباشر، هي لما بتمسك قضيه بتاخدها بكل جوانب عشان ما تبقاش متجنيه على سين وصاد. لو احيانا الله عز وجل تبقى واضحه وصريحه عشان ما حدش يفكر الاجهزه الرقابيه قالوا تعالى ربنا. لا هي ما بتشتغلش مع اي ملف ولا مع اي فساد او مع اي قضيه بتتهم فيها اي حد في مؤسسات الدوله، بتتعامل معاها بكل شفافيه ووضوح وفي سريه لحد ما بتمسك القضيه بكل وضوح وشفافيه، لا تتجنى على اي حد، لا تتجنى على اي حد، فبتعلن القضيه بشكل معلن. لو احنا عارفه هي بتعمل ايه؟ لو احنا ممكن تقعد معاها شهر، ممكن تقعد معاها ست اشهر، ممكن تقعد سنه. لان هي ما مسكتش كل الخيوط اللي تقدر مع حضرتك توجه الاتهام المباشر بالفساد والسرقه واهدار المال العام. لو احنا الله عز وجل تبقى عارفين ان الجهاز الرقابيه شغلها ايه، عشان ما نقولش فين يا عم احنا ده ولا بنلمهم ماشي. ما احنا بنقول دلوقتي زي ما الاستاذ اشرف قال هم محترفين مستوى جديد مستاذ مستوى جديد. فطبعا الله يكون في عون الاجهزه الرقابيه بتتعامل مع شياطين دكاتره. لا نغلط احد، احنا برضه اشرف احنا بنحترم كل واحد وكل واحد بريء لحد ما يثبت ادانه بتاعته. احنا بنتكلم ان بنتعامل الاجهزه الرقابيه مع ناس متخصصه محترفه. انت بتتكلم في خبره 30 سنه معايا يعني بعد واخد دكتوراه، فالله يكون في عون الاجهزه الرقابيه. فهتتعامل مع مين ولا مين؟ وبعدين ما بتتعاملش مع ناس غش ولا ناس عشان لا عارفين لا عارف، بتتعامل مع ناس يعني يجي له كده ويجي له كده. الله يكون في عون، الله يكون في عون بصراحه. ان شاء الله رب العالمين بعد الحلقه اما تنزل على اليوتيوب ان شاء الله انا هسجلها اروح للرقابه الاداريه نسلمها ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. واحنا اللي هنعمل اللي بص يا استاذ مصطفى، انا جيت عند ستك هنا ثلاث مرات وثلاث مرات عاقبتهم الثلاث زيارات للرقابه الاداريه وهنزورهم تاني. احنا لا نمل، هذه البلد بلدنا، نحن نعمل لاجيال قادمه ولن نمل لمحاربه الفساد مهما دفعنا من اثمان باهظه. يعني انا هو دي خلقتي كده، انا ان شاء رب العالمين ما بنسكت برضو يعني هنتكلم. خلي بالك اصل انت راجل نقابي، فالنقابي دايما هو راجل عمل خدمي وعمل تطوعي، فبالتالي طبعا بيخاف على حقوق العاملين، بيخاف على حقوق الشركه، بيخاف على المال العام. فبالتالي دي حضرتك في طبيعتك اولا، وثانيا احنا ما بتجناش على حد، وزي ما كان الاستاذ اشرف بيطلع ورق ومستندات، وفي الاول وفي الاخر اي حد اسمه هو ما ذكرش اسماء وحاول يحتفظ بالاسماء، بس اي حد حس ان هو الكلام دوت موجه له بأحد الشركات اللي هو ذكرها له الحق الرد. وطبعا احنا موجودين 24 ساعة وطبعا فريق الإعداد موجود له الحق ان هو يتصل وله الحق ان هو يرد ويقدم مستندات يقدم ما يفيد بس عدم صحة هذا الأوراق أو عدم صحة الكلام اللي بيقوله الأستاذ أشرف. اتفضل أستاذ أشرف. طبعا احنا بنتكلم برضو على ان في الرخص اللي هي بتطلع دي بتاعت توكيد الجوده، ان دايما احنا طلعنا دلوقتي رخصتين تاهيلين للتصنيع الايه؟ تصنيع النووي. طب في منهم بقى في الرخص الشهادات دي بتاعت ايه بتتجدد؟ طب احنا عندنا تجديد قريب، طب هل هيجددوه؟
ما اعرفش. الكود الازمي الامريكي يختلف نهائيا على الكود الروسي. اولا طبعا استاذ اشرف عشان طبعا للاسف برنامج وقت الحلقه بس طبعا بس على وقت بقى عشان عندنا موضوع تاني. تعرف حضرتك بقى كل سنه طيب. احنا يعني ايه بنلتزم بمواعيد ال كل عام. طب بس على وقت بقى بحلقه اخرى ان شاء الله بعد العيد هيبقى في حلقه ان شاء الله خاصه بقطاع البترول بشكل عام. وطبعا على وجود طبعا الاستاذ اشرف معانا بنقول ان الاستاذ اشرف راجل نقابي راجل سابق بيتعامل مع قطاع البترول من سنين ولحد الان بيتعامل بان هو بيحافظ على المال العام وبالتالي بيوجد معاه ملفات وقضايا خاصه بقطاع البترول باحد شركات البترول. للاسف الشديد احنا هنطرح هذا الملفات ونفتحها ان شاء الله بعد العيد في الحلقات القادمه باذن الله. قبل ما ننهي حلقتي احب اشكر ضيفنا اللي شرفنا النهارده الاستاذ اشرف عبد المنعم الشافعي احد الناقبين السابقين بقطاع البترول. اشكرك يا فندم. انا اللي شاكر جدا. الف شكر. كل سنه وانت طيب والقناه طيبه وشعب مصر كله طيب. وانت طيب يا فندم. في نهايه حلقتي احب بس اوضح نقطه مهمه ان انا بقول ان بعض الملفات الخاصه بقطاع البترول للاسف الشديد ملفات خطيره جدا. ملفات خطيره جدا. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه ان احنا هنفتح هذه الملفات بمستندات. لان للاسف الشديد القيادات القائمه على هذه الشركات غير أمينة على إدارة هذا الشركات. وبالتالي أن القطاع البترول على مؤسس على 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 مستوى وزارة البترول بشكل عام للأسف الشديد منهار. منهار ليه؟ ده هنتكلم بقى دي فيها في الحلقات القادمة إن شاء الله. انتظرونا غدا الساعة 9 مساء في ملف من الملفات الأهم والخاصة اللي هي خاصة بالمحليات. للاسف الشديد خاصه بالمحليات اللي احنا بنتكلم. المرحله دي مرحله خطيره لازم نهتم بيها في المرحله القادمه من ضمن الملفات الهامه اللي احنا ان شاء الله هنتابعها معاكم في الحلقات القادمه. انتظرونا غدا الساعه 9 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.